شيك هو حيك عندنا كلمتين بدنا نوجههن للحكومة وللائتلاف وللضامن وللمنسق التركي. الكلمة الأولى أولاً العمل بفتح معبر مع نظام سياسياً هو تعويم للنظام المجرم وضرب بكل الاتفاقيات يلي من شأنها إضعاف النظام المجرم بسبب إجرامه يلي تتعدى الأفق. الأمر الثاني منقول لجماعة الائتلاف والحكومة اللاشرعية مثل ما أصدرتوا قرار بفتح المعبر نطالبكم اليوم معكم مهلة 24 ساعة بإصدار قرار بإغلاق المعبر نهائيا، وإلا كل من يتعامل معكم في المعبر هدف مشروع للثوار، والله يجزيكم الخير. تكبير الله أكبر. روحنا شهداء وفي إن معتقلين في النظام، ونفتح معابر للنظام. طيب نحن هون بدي يصير من فتحنا معبر للنظام كل شيء بدي يغلى على البشر هون، خلي واحد يقول لي لا. هيك نحن عم نفيد النظام وعم ضر شعبنا هون. طيب هون ما عندنا فقراء، ما عندنا عالم هون. رواتب الجيش الحر ما فيها الرواتب اللي يعني لا تكفي هالشاب. يجي كل واحد يحكي علينا، والله نحن بنضل معتصمين هون في منطقة الباب لبين ما يسكر المعبر. طول ما اخواننا اهل ميرا ولا من صوران ولا من عزاز ولا من الباب ولا من الراعي، نحن دفعنا دم وروحنا شهداء وإلنا معتقلين في النظام، والمعبر ما حد موافق عليه، الموافق عليه هذا تابع للنظام. باسمنا سوار مارع عبد الرحمن ناصر أبو عبد العك، جينا برتل من مارع حتى نسكر معبر أبو الزندين. نحن ضد فتح معبر أبو الزندين، معبر الخيانة لدماء الشهداء والمعتقلين والمعتقلات. نحن ما طلعنا بثورة ضد ظالم 13 سنة حتى ينفتح معبر لينتعش النظام المجرم ونحط إيدنا في إيده، وهذا المعبر هو تشريع لخيانة الثورة ولالتهام المحرر بالكامل. منطالب الجهات المعنية اللي فتحت المعبر تراجع حساباتها. نحن لا يمكن ولا منسمح انه ينفتح المعبر هذا ولو على دمائنا، ودمائنا ما هي اغلى من دماء الشهداء اللي سالت بهالثورة اللي 13 سنة صار لها ماشي. وفي عنا تعقيب لكلام اخوتنا اللي بالباب اللي عبقولوا يروحوا يتظاهروا ويعملوا في مارع وبغيره. نحن هون ما جينا من مارع، لا بس من مارع، نحن من كافة المحرر، في معنا من حيان، في معنا من عنادان، في معنا من مسقان، في معنا من حمص، في معنا من درعا ومن اعزاز ومن صوران، تكاتفنا وكلاتنا وجينا برتل. هذا المعبر ما بعني اهل الباب فقط، هذا المعبر خيانة للثورة وبعني المحرر كله. نحن من سوار حيان جينا على الباب مشان فتح المعبر، وهذا فتح معبر أبو الزندين خياني للثورة بشكل عام ولدماء الشهداء وللمعتقلين والمعتقلات. نحن بنرفض فتح المعبر ومستعدين إن شاء الله بجميع الطرق المتاحة وبالتظاهر السلمي. نحن واقفين بحق مشروع، وهذا معبر أبو الزندين ما بمثل بس أهل الباب، هذا المعبر بمثل كل سوار سوريا وخياني لسوار سوريا كلها. نحن كسوار إن شاء الله صامدين في مكاننا حتى يتم إغلاق المعبر مثل ما انفتح، وإن شاء الله نحن منحط منظن كل خير في كل سوار سوريا وخاصة سوار الباب. لازم كلياتنا نتكاتف ونقول يا رب يا الله، ونكون ضد فتح المعبر، لأني أول طريق وأول خطوة بتعويم النظام المجرم نظام بشار الأسد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن سوار وأحرار سوريا،
من كافة أطياف المحرر مارع عزاز الباب. نحن عم نحكي باسم ثورة كاملة، ما عم نحكي باسم منطقة، لأنه أي منطقة في المحرر رح يتم فيها فتح أي معبر رح يكون فيه مضرة لكافة الشعب الموجودين في المحرر. نحن بنرفض أي تطبيع، أي صلة، أي تعامل مع النظام. نحن واقفين وصامدين لحتى يصدر قرار مثل ما صدر بفتحه يصدر بإغلاقه. نحن عم نناشد كل مين حر وشريف يجي شاركنا هالاعتصام اللي فيه من جميع أحرار سوريا، ما بقتصر على بس أهل المنطقة. نحن ضيوف عند أهل المنطقة ونحن ننصر أهل المنطقة، وبإذن الله باقيين وصامدين لحتى ينغلق هذا المعبر بإذن الله. جينا اليوم لنعتصم بمعبر أبو الزندين مشان إغلاقه. هذا المعبر معبر اسمه معبر الخيانة، معبر الدم. نحن عهدنا المليونين شهيد أنه هالمعبر ما يفتح وما نخون دماء الشهداء. تفاجأنا اليوم من أحد الثوار من هون من المنطقة بأن أنه النظام ما بيدخل من مناطقنا لعنده غير القمح، يعني النظام ما بده من عندنا غير قمح. بالمقابل بيبعث لنا العملة اللي بدون رصيد. لذلك نحن إن شاء الله هالمعبر هاد معبر الخيانة ما بيفتح وما بصير يفتح إلا على دمائنا، إلا على أشلائنا. والله عم نسوي مبدأ النظام، ثورة كبيرة.